مركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية استضاف احتفالية فنية بعنوان حوار على ضفاف النيل مصر وجنوب السودان، وده بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب. تضمن الحفل عروض فنية شعبية قدمتها فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية المصرية بمشاركة فرقة جنوب السودان للفنون التراثية. في أجواء احتفالية مبهجة عاش الجمهور المصري ليلة فنية جميلة جمعت بين مصر وجنوب السودان في قبة الغوري من خلال العروض الفنية والشعبية اللي قدمتها فرقة الآلات الشعبية المصرية وفرقة جنوب السودان للفنون التراثية تحت عنوان حوار على ضفاف النيل مصر وجنوب السودان، بإخراج ورؤية الفنان انتصار عبد الفتاح اللي قدر يخلق حالة من الفرحة والتفاعل بين الجمهور والفرق المشاركة. حفلة روعة طبعا وجميلة، والعزف هايل والأصوات غير عادية، يعني أنا مش عارفة أسميهم إنما الأصوات قوية جدا. أنا بصراحة دي تاني مرة أجي دكتور انتصار بصراحة في مرجو الطبول، مرة المرة التانية في الحفلة دي. هو بيعمل دمج محترم جدا، ويعني هو في اكتر من ثقافة وبيدمجها بطريقه احترافيه جدا، فانا بحب جدا احضر ليه، وبصراحه بكون مبسوط جدا باي احتفال بجد هو بيعمله، وانطبع جدا جدا جدا. حفله جميله جدا جدا، وتراث شعبي رائع يعني، والمايسترو لطيف جدا يعني، بيحيي الحفله بطريقه جميله حلوه جدا. ودي مش اول مره نيجي للدكتور انتصار عبد الفتاح، بس المطره كانت كمان حلوه، بس الاندماج اللي فيه، بس احنا كنا نتمنى ان احنا نكمل فيها. عروض فلكلورية وشعبية بحضور عدد كبير من الجمهور المحب للثقافة والفن، واللي أكدوا على المحبة والعلاقات الثقافية القوية بين الشعبين الشقيقين، باعتبار أن مصر منارة الثقافة والفن وبتحتضن دائما كل الحوارات والرسالات الثقافية والفنية لشعوب العالم خاصة الدول الشقيقة. الحفلة جميلة جدا، عاملة مزج ما بين كذا ثقافة وكذا فلكلور، ودي حاجة حلوة بالمرة، يعني فرصة لينا ان احنا نعرف ثقافات تانية زي السودان، ايه الفلكلور الشعبي، ايه الثقافات اللي بيقدموها، ايه الحاجات اللي بيحتفلوا بيها، او طريقة الغنى او الموسيقى بتاعتهم. طول عمرنا مصر والسودان بلد واحدة جميلة يعني. المزيج حلو، وان احنا كده حاجة بنشوف شعوب بتاعت السودان وحاجات حلوة كتير، وياريت تتكرر كتير منها يعني. هو دايما دكتور انتصار بينقل لنا ثقافات عدة احنا، وبعدين بيجيب من بلاد مختلفة، الكلام ده بيخليني كأني عايشة في البلد وانا ما رحتهاش. يوم فني عربي جميل بقبة الغوري، احد اهم الاماكن السياحية في مصر، واللي بتعد وجهة سياحية لمختلف الثقافات والشعوب، واللي بتهتم باحياء الفن التراثي المصري واحتضان الشعوب الشقيقة واللي في القلب منها جنوب السودان.